بلدة أوكرانية تستقبل جنود الروس بالسم، تفاصيل مروعة عن حارق زوجته بالأسيد في جدة، وياسر جلال يتصدر الترند بعد تجسيده شخصية السيسي. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في اليوم 39 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لجأ سكان بلدة في مدينة خاركاف إلى طريقة غريبة لمواجهة الروس، حيث تظاهروا بالود وحسن الضيافة وقدموا لهم كعكا مسموما. صحيفة ديلي بيست الأمريكية نقلت عن مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا قولها إن السكان قدموا كعكا محشوا بالسموم لعدد من الجنود الروس الذين دخلوا بلدتهم، ما أدى إلى مقتل 2 منهم على الأقل ودخول أكثر من 28 جنديا إلى المستشفى. في تفاصيل جديدة حول الفاجعة التي هزت مشاعر السعوديين، تمكنت الجهات الأمنية من اعتقال الجاني الذي أحرق زوجته بمادة الأسيد وقتلها، وأصاب ابنتها من زوجها الأول بنفس المادة. والدة الضحية روت تفاصيل الجريمة التي وقعت في مدينة جدة قائلة إن زوج ابنتها كان يسكب الأسيد على الجيران وعلى كل من يحاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها، مضيفة أن ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق وما زالت التحقيقات جارية لتحليل جثتها. هذا وأشارت إلى أن زوج ابنتها كان يتعاطى المخدرات وكان يضغط عليها دائما لتستخرج له قرضا بقيمة 400,000 ريال. إلى مصر هذه المرة، حيث تصدر الممثل ياسر جلال حديث السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار في جزئه الثالث، والذي يظهر فيه مجسدا شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ناشطون على مواقع التواصل أشادوا بأداء النجم المصري قائلين إنه جسد شخصية السيسي بشكل متقن من حيث الصوت المتقارب جدا والحركات والمظهر أيضا، وكأنه السيسي ذاته، فيما يوثق المسلسل واحدة من أصعب فترات تاريخ مصر الحديث، وهي ثورة 30 يونيو عام 2013 ضد حكم جماعة الإخوان. شنت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هجوما حادا على وزير دفاع كوريا الجنوبية بعدما أعلن أن بلاده تمتلك صواريخ قادرة على إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بدقة وسرعة. كيم جونغ أون أو كيم يو جونغ وصفت تصريحات الوزير الجنوبي بالتصريحات الخرقاء وغير المسؤولة، قائلة إن كوريا الجنوبية يمكن أن تواجه تهديدا خطيرا بسبب تصريحات وزير دفاعها، كما دعت إلى ضرورة تصحيح موقفها إذا أرادت تجنب كارثة على حد تعبيرها. وفي خبرنا الأخير، أثار موقع تويتر جدلا واسعا بسبب تغريدة أعلن فيها عن طرحه ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم. هذه الميزة أو تويتر قال في إعلانه إنه يعمل على إضافة زر تعديل على التغريدات، فيما حظيت التغريدة بانتشار واسع وسط شكوك العديد من مستخدمي تويتر في صدق نية الموقع بشأن طرحه لتلك الميزة المنتظرة، خصوصا أنه نشر التغريدة في الأول من شهر أبريل، والتي يتم فيها تداول الإشاعات والأكاذيب.